نخدم في الشرطة، خدمت من 1999 إلى 2016 ديسمبر. خدمت عدة مناصب وعدة رتب، من عون الشرطة الملازم أول الشرطة. ليش سهلة عليا كانت؟ علاش؟ علاش هذه الحقرة؟ اسمها الكون ستة مليحة في بلادي، نجي هنايا علاش؟ بلادي مرفها عندها، علاش انتم ما تعيشوا باطل وحنا ما نعيشوش؟ علاش انت تعيش في لوجمون دو فونكسيون؟ علاش؟ علاش؟ بنتي مولات عام ونص مبيتها في الخدمة تاعي، مبيتها في الخدمة، نخدم 24 ساعة في ليكول تاع السمعة، ندي بنتي مبيتها، ما عنديش وين نبات. علاش؟ كي نروح للنائب العام يقول لي ما عندك ما ندلك، نروح لشاف دايرة يقول لي روح المسؤول، نروح المسؤول يقول لي الكل تزيدي تعاودي تهضري لي نطرطقك. انت هذا ملازم اول في الشرطة ما تعني والو في الجزائر، ما كانش. شت نحكوا اخر شيء المدير العام للامن الوطني اكبر متاجر مخدرات في الجزائر. غمت عيني هكا وسمحت في والديا. والديا انا دوكا ما نعرف الا نزيد نشوفهم ولا ما نشوفهمش. بابا حالته الله يرحمها، يما زهي ما تعرفش. علاش؟ علاش تحرم؟ ناس عندهم، انا عندي عامين ما شفتش والديا، ناس عندهم السنين جات تشوف فيهم البارح، ما على باليش مسكين وين يرقد. خافوا ربي يشوفوا غدوة الدنيا خلاص طرانا الضياف فيها نروحوا. مكاش مكاش الظلم هذا، يا علاش؟ علاش؟ الله يفرجها في الغربة اثنين في كندا، الله يفرجها عليكم. آمين. الله لا يحرمكم إن شاء الله من والديكم.